إلى وقت قريب كان يعتقد أن علم النفس والفلسفة يسيران جنبا إلى جنب، حتى سبعينيات القرن التاسع عشر عندما أصبح علم النفس علما مستقلا. منذ ذلك الحين ومن خلال الدراسات المتعددة والتقدم التكنولوجي، تعلمنا الكثير على الرغم من أننا لم نتعمق بعد في النفس البشرية، واكتشفنا حقائق مذهلة عنها، وفي هذا الفيديو نستعرض 5 دراسات عن علم النفس. الدراسة الأولى تقول: إنفاق المال على الآخرين يجعلك أكثر سعادة من إنفاقه على نفسك. عن طريق بحث بواسطة مدرسة هارفارد للأعمال أوضحت أن الأشخاص يكونون أكثر سعادة عند إنفاق المال على غيرهم، ومن الممكن أن تلاحظ هذا في أننا نهتم بتوقع رد فعل الشخص على الهدية أكثر من اهتمامنا بما قمنا بإحضاره كهدية. الدراسة الثانية تقول: الشخص الموهوب أكثر احتمالا لأن يستخف بنفسه، في حين أن الجاهل والعاجز يظن أنه عبقري. بحث تم مؤخرا بواسطة ديفيد دانينج وجاستن كروغر، والذي سمي تأثير دانينج كروغر، وهو بحث أقيم في جامعة كورنيل على طلاب من الجامعة، وتبين أن العاجزين كانوا أكثر ثقة بعبقريتهم بعكس الموهوبين الذين كانوا يميلون إلى التردد وعدم الثقة. الدراسة الثالثة تقول: طلاب الثانوية الآن أكثر توترا من مرضى التوتر والإحباط في عام 1950. تفيد الدراسة بأن حوالي 49% من عدد السكان في العالم يعانون من القلق والاكتئاب وتعاطي المخدرات، مما انعكس سلبا على أبنائهم من طلاب الثانوية العامة الذين يكونون في سن هم بحاجة للتقارب الاجتماعي الأسري. الدراسة الرابعة تقول: أكثر الصفات العاطفية التي ترثها البنت من الأم هي ردود فعلها العاطفية. للوالدين أثر جيني وبيئي كبير في صفات أبنائهم العاطفية، لكن دراسة نشرت في يناير كانون الثاني 2016 قام فيها الفريق البحثي بمتابعة ودراسة سلوكيات 35 عائلة لآباء تتراوح أعمارهم بين 33 إلى 48 وأبناء تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 13. أظهرت أن الأمهات تورث ردود فعلها العاطفية لأبنائها أكثر من الآباء، وأن أثرها أوضح في الفتيات أكثر من الذكور. الدراسة الخامسة تقول: إعلان الأهداف للآخرين يقلل فرص تحقيقها. تثبت الاختبارات منذ عام 1933 أن الإفصاح عن الأهداف يجعل الأشخاص أقل عرضة لاستكمال تحقيقها، حيث يفقدون الدافع، ويعتقد علماء النفس أن ذلك يحدث لأن التحدث عن الأهداف يشبع حاجة الشخص في إثبات ذاته بما يكفي حتى يشعر أنه لا حاجة لاستكمال الهدف وخوض العمل الشاق لتحقيقه.